تبارك وتعالى في بادئ هذا اللقاء كم نحب أهل ديترويت عامة وأهل هذا المسجد خاصة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل محبتنا لكم تجد ما يوازيها، وأن تكون محبتنا فيه سبحانه وتعالى سبيلا إلى نيل رضاه في دنيانا وأخرانا. اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة لا أريد أن أكثر الكلام في هذه الليلة، ولكن تحت هذا العنوان الذي انتدبه لنا إخواننا حفظهم الله تبارك وتعالى قبل أن تحاسبوا، وكما تفضل شيخنا بارك الله تبارك وتعالى فيه في الربط بين نهاية العام وبين الاستعداد لما هو مقبل في حياتنا، وددت لو أني تساءلت فيما بيني وبينكم قبل أن نحاسب قولا أم قبل أن نحاسب عملا. دعونا نعدل السؤال، قبل أن نحاسب في الدنيا أم قبل أن نحاسب في الآخرة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، أو قبل أن توزنوا كلمات قيلت في إطار الوعظ وتربية النفس وتهذيب الخلق، كلمات قيلت لتربي الناس، ولكنها إذا قيلت ينصرف الذهن مباشرة إلى آخرة ينتظرها العباد وتنتظرهم. ولكن دعونا نقول قبل أن تحاسبوا في الدنيا، بمعنى هؤلاء الذين تضيع أموالهم فجأة وبدون مقدمات، وتأتيه سكتة قلبية، ونتصل بالدكتور وائل ونقول الحقنا منور يا سيدي. هؤلاء الذين يبتلون بهذا فجأة، لا يدري ما حدث لكنه خسر كل شيء ومبتلا، ويأتيك ليطلب منك الدعاء أو الموعظة، فتقول قبل أن ندعو وقبل أن نعظ تعال بنا نراجع تاريخك، ما الذي فعلته؟ فإذا هو أكل أموال الناس بالباطل قبل ذلك فحاسبه الله تبارك وتعالى بما عمل. وهذا الذي أهانه عياله في آخر حياته ولم يكن يتوقع منهم ذلك العقوق، وفعلوا منه عكس الذي أراده، تتساءل معه لما هذا؟ فإذا هو قد أطعمهم حراما، فنقول لأنفسنا أطعموا أولادكم حلالا قبل أن تحاسبوا. كيف سيكون الحساب؟ بأن جسما نبت من لحم حرام فهو إلى النار، فلا يتوقع منه الخير. رجل أهانته شيخوخته ورأى منها وهنا وضعفا وذلة أكثر مما يتوقع، وإذا هو في عنفوان شبابه وقوته قد أهان امرأته وأذلها، فحاسبه الله تبارك وتعالى بما فعل. وهكذا تتبدل أمثلة بين أيدينا، عندما ترى إنسانا يشرب خمرا أو يمارس الحرام فتقول له بمنتهى البساطة توقف قبل أن تحاسب، توقف قبل أن تحاسب. بالضبط كما تقول لولدك حال وقت المذاكرة، يا بني ذاكر لكي تنجح، أو ذاكر قبل أن تحاسب بالرسوب، أو قبل أن تعاقب بالرسوب. رب العالمين سبحانه وتعالى يعرض علينا في القرآن أمثلة تجيب على هذا التساؤل. أنا أسأل نفسي وإياكم، هل فعلا سمعت هذه الجملة من قبل؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. مين فينا سمع الجملة دي قبل كده؟ كل الناس. معقولة؟ ما شاء الله ما شاء الله، كل الجميع سمع هذه الجملة قبل ذلك. من من هؤلاء بإذن رب العالمين؟
من من هؤلاء جلس مع نفسه مرة واحدة ليحاسبها حسابا عمليا؟ موضوع ليس بسيط. تدري؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ده احنا عندنا نوع من الجلسات، جلسات تخطيطية للمستقبل. أنا أجلس كده مع نفسي لأنظر ما الذي سوف أفعله غدا. عارف لما تعمل سكجول لبكرة، what I gonna do tomorrow إن شاء الله سبحانه وتعالى، 1 2 3 4، I have 5 items ولا 10 items ولا 15 ولا 20، and I have to check this one finished. الحمد لله done. الحمد لله I finished my work today، خلصت الحمد لله اللي علي النهاردة، لأنك خططت له سابقا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما إيه. الله أكبر. الموضوع مرتبط بالعمل، الموضوع مرتبط بما تمارس، الموضوع مرتبط بجدول أعمالك من الصباح إلى المساء. فإن الله تعالى ناظر لعمل قدمت له بالتخطيط. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندنا مثل في مصر بيقول البعيد عن العين بعيد عن الإيه؟ هو عندك كمان في اليمن ولا ايه؟ ده مثل انترناشونال بقى ما شاء الله تعالى. نعم، من غاب عن الناظر غاب عن الخاطر، هو ده الشعر الحقيقي. احسن الله اليكم. بمعنى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فكأنهم ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن محاولة تذكره، وكأن ذكر الله تعالى في النفس، والذي يوافيه أن يتساءل الإنسان مع نفسه: أأنا أرضي الآن حبيبي أم لا؟ أأتفق مع مراده أم لا؟ أأوافق منهجه وهديه أم لا؟ نسيان ذلك أو الابتعاد عنه يورث النسيان، فينسون رب العالمين، فينسون الله سبحانه وتعالى. فإذا نسوا الله ليست المسألة بالمقابل أنه الله، أن الله تعالى ينساهم، لم يذكر ذلك هنا سبحانه وتعالى، وإنما فأنساهم أنفسهم، فأورث فيهم ما يسبب أن ينسى الإنسان نفسه. هل الكلام ده ممكن يحصل؟ بتسأل واحد في منتهى البساطة زي أخونا طالب كده واقع بيذاكر، وتقول له: يا ابني والدته الله يكرمها تقول له: يا ابني أنت ما أكلتش النهاردة خالص. يقول لها: معقول؟ ده أنا نسيت أكل. نسي نفسه. تقول له: يا ابني انت نسيت نفسك تاكل. نسي نفسه. ليه نسي نفسه؟ لانه انشغل بما يملأ قلبه وعقله. فاذا نسى العبد رب العالمين فان الله تعالى يملأ قلبه وعقله بالدنيا التي من خلال ذلك ينسى حتى نفسه. ونسيان النفس هنا لا يعني مطلقا نسيان حظه من الطعام والشراب، فلعل ذلك هو ما يشغله، ولا يعني أنه ينسى نفسه من حظوظ الدنيا والأبنية والمرتفعات والأراضي والميادين، بل لعل ذلك هو ما يشغله، ولكنه ينسى نفسه الحقيقية التي هي في قلبه. رب العالمين سبحانه وتعالى يضع لنا الميزان: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الإيه؟ الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. كأنه يضع لك الميزان: من تذكر كان مع هؤلاء، ومن نسي فأنساه الله نفسه كان مع هؤلاء. وكأن السبيل لك لئلا تنسى نفسك وقبل أن تحاسب، السبيل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال البشر ليسوا على الخشوع المطلوب من خشية الله، وقرآن الله تعالى يتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهار. أما رأيت أن الله تعالى جعل الصلاة الأولى في النهار جهرية لتسمع صوت إمامك في قراءته وهو يرتل عليك القرآن ترتيلا، حتى يتنزل ذلك القرآن على القلب وهو في مرحلة الصفاء قبل أن ينخرط بأعمال الدنيا وتشغله أحوالها، فإذا هو صاف، فإذا القرآن يصادف قلبا خاويا فيتمكن،
فتخرج بهذا التمكن في القلب إلى أعمالك صلبا قويا، فإذا أنت تواجه حياتك بمراحلها كلها ثم تخوض النهار كله ثم تأتي لختام اليوم، فإذا الله تبارك وتعالى يعيدك إلى نقطة البدء الأولى، فتقف خلف إمامك فتتسمع منه القرآن الذي يحملك على أن تمحو به ما سلف من أعمالك إن أخطأت، وتتم به ما سلف من إنجازاتك إن وفقت، فتبدأ النهار بالخير وتختمه بالخير، فيكون ذلك القرآن الذي لو تنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هو القرآن الذي جعله الله تعالى سبيلا لنجاتك. ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ذلك هو ميدان العقل وموطنه لتعمل. ثم يحدثك رب العالمين سبحانه وتعالى عن أنه لا داعي مطلقا 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 لأن تنشغل عن الله، فهو الله الذي لا إله إلا هو يعلم ما تخشى، عالم الغيب، ويعلم ما تحذره، الشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو، لن يكون في الخلق ولا في الكون شيء ليس تحت سلطانه، فهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. يعيدك إلى ذاتك ليسألك: ما الذي تخشاه؟ وما الذي تشرك به مع الله تبارك وتعالى؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، وتضيف أنت: وله الصفات الحسنى. فما اتصف به رب العالمين يصدر عنه فعله، وما يصدر عن الله لا يكون لك إلا خيرا. فرب العباد لا يريد بعباده إلا الخير سبحانه جل في علاه. فأنى لعبد أن ينسى الله تبارك وتعالى فينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، فتغيب عن دائرة ذهنه وعقله قضية المحاسبة، فلا يجلس مع نفسه ولا يحاسبها. نعود مرة أخرى لسؤالنا: كم منا، كم واحد من هؤلاء الأفراد الكرام أحسن الله إليكم جميعا، ما سمعتش كلمة أمين، كم واحد من هؤلاء الكرام أحسن الله إليكم جميعا، أحسن الله إليكم، كم منا جلس فعلا مع نفسه في ليلة ليحاسبها ويقول: أنا اليوم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا؟ أعتقد أن 80% مننا بيعمل كده، ولكن مع حسابات الدنيا. في ناس مننا، سيدنا الشيخ ايفون ده الجميل ده عليه حاجة اسمها الوالت كده، تصور الكريدت كارد بتاعك ولا الديبت كارد وتحطه عليه كده، اي تشيك كده يقول لك انت صرفت 13 سنت و35 مش عارف قد كده. اخر النهار تيجي تقول له انا صرفت كام، يقول لك انت صرفت قد كده وعملت كده. والستيتمنت بتاعت البنك اللي عم تراجعها كل شهر، وتدخل على الاونلاين اكاونت انا عملت ايه النهارده وايه اللي طلع مني وايه اللي ما طلعش، وتتصل بالشركه: في واحد سرق مني 50 دولار، الحقوني يا خلقه، حد ينجدني. فنحاسب، احنا فعلا بنعمل كده مع انفسنا في امور الدنيا، لا نفوت سنتا ولا مليم ولا قرش ونجلس للمحاسبه. وهناك اوراق خاصه وبرامج معينه تساعد الإنسان على أن يحاسب نفسه كل لحظة، وليس كل دقيقة أو ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر، وإنما في كل لحظة تأتيك البيانات مرقمة ومرصدة. واسأل خبراء الحسابات يفتونك على الأكسل شيت، والناس الطيبين دول كله عارفينهم، الناس الجماعة دول جماعة سيدنا الشيخ وردي دول ولا أوفيس حفظهم الله تعالى، ينظمون لك حياتك بشكل دقيق، لكن كلها تتعلق في الدنيا، كلها تتعلق في الدنيا. وعندنا موازين دقيقة جدا نزن بها زيادة الأرصدة وانخفاضها، والأسهم زيادة ونقصانا،
وهكذا. أما فيما يتعلق بالحقيقة، كل ما تحدثنا عنه الآن وهم، عبارة عن وهم، عبارة عن ضوء يخرج ليبدل الحقيقة في عين الناظر إليها، فتتبدى له الدنيا جميلة مزينة. يقول رب العالمين: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه زينة، الحياة الدنيا زينة، ليست حقيقة، ليست قيمة. فنحاسب أنفسنا تمام المحاسبة مع الزينة المبهرجة، لكن مع الحقيقة نغفل ونتناسى. قبل نهاية العام التجار يجلسون مع أنفسهم لينظروا ماذا أنجزوا، ولكن هل واحد منا يستطيع أن يجلس مع نفسه ليرى أنه تقدم إيمانيا هذا العام أم لا؟ تدري من يستطيع أن يفعل ذلك؟ المقبلون على طلب العلم، اللاهثون وراء القرآن حفظا وتلاوة وترتيلا، المجيدون في تحصيل المسائل العلمية الفقهية إلى آخره، هؤلاء يدركون نسبة التقدم عندهم، كما يدرك طالب الدكتوراه أو الماجستير كم فصل من رسالة أنهيته، وكم ورقة كتبتها، وكم بحثا أديته، وكم عملية كيميائية أنجزتها إلى آخر ذلك. كل يعرف مستوى تقدمه فيما يعمل فيه، وبناء عليه فقبل أن نحاسب أنفسنا في نسبة التجاوب لا بد أن نحاسب أنفسنا في مسألة أهم، ألا وهي: أنحن حقا على الطريق أم لا؟ لما تكون سايق عربيتك أعزكم الله ما سمعتش أمين، ما أنا مدعي لكم يا أخوانا، مش كده يا بلاش البخل ده. نعم طيب، نقولها المرة الجاية قبلها مقدم: أعزكم الله، الله يرضى عنكم يا رب العالمين. بعدين تحس إن الدنيا كده حواليك غريبة وانت مش واخد بالك أنا فين، تحس إنك تحس حالك ضايع كده، فتقوم تقف لرحظة تراجع نفسك: أأسير أصلا على الطريق الصواب أم لا؟ فلما تراجع لا ده أنا غلطت في الشارع، بتعمل إيه؟ على طول لورا، أقرب يوترن وترجع تاني بسرعة لحد ما توصل لنقطة البدء الأولى أو أقرب نقطة توصلك إلى مرادك. القضية لابد أن تحسب فيما بيننا وبين الله بهذا الشكل، والله تعالى أعلم، أن تنظر أتسير أنت أصلا على الطريق الحق الصادق أم لا. لهذا مقاييس وأحوال. ما هي ممارساتك اليومية التي تمارسها؟ من هم أصدقاؤك وما الذي يحدثونك به؟ ما الذي تفعله لتترقى أو لتتخلف؟ إلى آخر منظومة من الأسئلة نذكرها عندما نتكلم عن الأسباب المعينة على حسن محاسبة النفس أو محاسبة العبد لنفسه. فنتساءل سويا: أو نحن على الطريق أم لا؟ فإن قلت إنني أصلي الصلوات الخمس وأحضر مع الشيخ حمود في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، أسألك: أو يكفي هذا؟ نعم يكفي وزيادة. إذن صلاتك هذه لابد وأنها مؤثرة في حياتك بحيث أنك تقول إنها تكفي. فإذا خرجت من المسجد فرأيت أنك تتعامل بشيء محرم، أو تظلم امرأتك، أو تعق أولادك، أو لا تصل رحمك، أو لا تحسن إلى جوارك، أو لا تفعل الخير في محله ومواطنه، إذن هذا لا يكفي. إذن أنت تفصل بين قضيتين: قضية التعبد الخالصة كأنها نوع من الممارسات اليومية، وقضية المعاملات التي يحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة مختصرة قوامها كلمتين: الدين المعاملة. انتهى الكلام. الدين، كل الدين ده تمثله إيه؟ المعاملة. سبحان العلي القدير، سبحان العلي القدير. مرة أخرى نراجع بس نمرة واحد، نحاسب نفسنا قبل أن نحاسب ولا لا؟ أيوة لابد. طيب قولا ولا عملا؟ ضربنا شوية أمثلة كده جميلة جدا، لكن لابد أن احنا
نضيف إليها مجموعة من المشاهد البسيطة جدا التي في حياتنا العامة والحياة الخاصة. يعني لما يجيني الزوج بيشتكي إنه لا أدري كيف أقول، لكن اضطربت به الحياة، فتسألوا مجموعة أسئلة حوالي كده. يعني لما بتقعد قدامنا كيس كده بنقعد نسأل ونفصص المعلومات ونرجع للتشايلد هود والقصة دي، يعني نشوف الكلام. لكن بمنتهى البساطة يظلم ظلما لا يحتمل مرات ابنه، سموها ايه الكنة سيبا هنسميها اي حاجة، لكنه يظلمها. فإذا هي تدعو عليه في ليلها لا تستطيع أن تكشر أمامه، ولا أن ترفض له قولا، ولا أن تثني له كلمة، وتأتمر بما يأمر، وتخشى بطشه أبو زوجها ويسلط عليها، لكنها تبيت الليل تدعو عليه. إيه رأيك في الصورة دي؟ ما الذي يمكن أن تتصوره من وراء ذلك؟ بمنتهى البساطة، ده مجرد مثال بس، احنا قلنا بس حتة مثال صغير جدا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. رب العالمين سبحانه وتعالى يحدثنا أننا لا بد وأن ننظر ما نقدمه لأنفسنا. الناس اللي بتشتكي أن أولادها انحرفت والولد بدأ يشرب مخدرات ويروح في دهية، تسأله أنت بتشتغل إيه وما الذي تتكسب من خلاله لتطعم هؤلاء العيال، فإذا أنت أمام جواب يحسم عليك النقاش ويوفر عليك الفكر، لترى أن هؤلاء ما قدموا لأنفسهم وإنما تجاوزوا حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بما بين أيديه. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. الآية دي وردت فين؟ في سورة الزمر، ممتاز جدا. فين قبلها آيتين كده احنا بنحب نقراهم في الصلاة وبنحب نسمعهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين وأنيبوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الناس دي يبدو أنها نسيت نفسها، مظبوط؟ نسيت نفسها في كل حاجة. إن الله يغفر الذنوب جميعا يفيد أنه لم يكن هناك حد في المعصية، كان الانفلات إلى آخره. لكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، وكأن ذلك شرط المغفرة. المغفرة التامة العامة دي التي ليس لها حد وليس لها شرط في ذاتها في مجملها، لها مقدمة. المقدمة أن تري الله تعالى من نفسك أنك تعود إليه، مظبوط؟ طيب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شايف ربك بيصور الموضوع إزاي؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. لو تكرمت بارك الله تعالى فيك تقف كده وتقول إيه؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ده كلام لو أن لي كرة فأكون أهو. امبارح نزلت توليدو وبعدين ماشي في الشوارع كده بعد غياب 6-7 شهور، فببص كده يا سلام البلد زي ما هي يا دكتور، فيش ولا نتفة تحرك ولا طوبة تحركت من مكانها، لكني أطالعها وأتأمل فيها ويخطر ببالي هكذا أقارن وأتذكر، تدور في رأسي ذاكرة في كل موقف مكان في هؤلاء لي أحداث وذكريات، فقلت سبحان الله لو أن الله تعالى أعادني بعد الموت
لأراجع هذه الأحداث وهذه المشاهد وهذه التفاصيل، ماذا عساني أن أفعل؟ الآن أقول لو أني في هذا المكان فعلت غير الذي فعلت أول مرة لكان لي كذا وكذا، ولو أني كلمت فلانا بكذا غير الذي قلته لكان كذا وكذا. الآن الأمور بين يدينا مدركة، نستطيع أن نستأنفها، لكن إذا أقبل العبد على ربه فيقول لو أن لي كرة، لا، رب العالمين يجيبه بماذا؟ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. مزبوط؟ بس كده، ما فيش كلام تاني. قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، الموضوع خلص بالنسبة لك، لا تحاول مرة أخرى. إذا كانت بين أيدينا الفرصة لنستأنف أعمالنا ولنعيد جدولة ما بين أيدينا فذلك أمر منج لك وليس لغيرك. وهناك ما ينج معك أهلك وأسرتك، كأن يعدل العبد عن الكسب الحرام إلى الكسب الحلال، فإنه بالكسب الحرام لا يضيع نفسه فقط، وإنما يضيع نفسه وعائلته جميعا. كأن يمسك العبد عن ممارسة الحرام كمن يزنون والعياذ بالله، أو يشربون الخمر والعياذ بالله، فإنهم يضيعون أنفسهم ويضيعون عوائلهم معهم، بل ويضيعون جيلا يتأتى. وهناك أخطاء لا أدري هل يناسب المقام حديثا عنها أم لا، فنحن نتحدث الآن عن مشكلات فردية، بكلم كل واحد مع نفسه وعيلته وأسرته. فإذا راجعنا هؤلاء المسؤولين عن شعوب وعن أمم، فإذا راجعنا أخطاءنا كمسؤولين عن عمل إسلامي، فنقول قبل أن نحاسب من أبنائنا الذين نربيهم هؤلاء ويرون شقاقا بين الأفراد وتنازعا في الصف، ويرون صوتا يرتفع من غير منطق إلا التعصب للذات أو الانتفاش أو الغضب من غير داع، فإذا هم تدور بهم الأيام ليضعونا في نقطة الصفر ويحجر عليك في تصرفك، لأننا لم نكن عقلاء حين تحدثنا بين أيديهم يوما ما. فقبل أن نحاسب منهم لابد وأن نحاسب أنفسنا. عندما ننظر إلى هذا الجيل الخارج فلا بد وأن نراجع. انظر إلى رئيس دولة يسلم بلاده وعباده لغزاة يمطرونها بقذائف من الخارج، قبل أن تحاسب في الدنيا أم في الآخرة؟ الله أكبر، قبل أن تحاسب في الدنيا أم في الآخرة؟ ما هو المنطق الذي يمكن أن تحكم به مثل هذه القضايا؟ قبل أن تحاسب على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. هناك في الجملة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. كأنه بيضع المعادلة، أنت حساباتك مع نفسك النهاردة هتقول والله أنا غلطت 1 2 3 4، طيب إيه العقاب؟ العقاب إني أعمل إيه؟ مش عارف كيف أعاقب نفسي. فتنظر تفكر تتأمل ثم تخرج بنتيجة أيا كانت النتيجة، ثم تأتي في اليوم التالي فتخطئ نفس الأخطاء، فتأتي في المحاسبة دي تاني مرة بيتكرر نفس الخطأ. يعني متخيل أنت لو طالب بيرسب في مادة الماث مثلا مرة واثنين وثلاثة، فبتلاقي لازم نقف بقى، يعني الخطأ ده فين؟ هل عند المدرس؟ هل عند الطالب؟ هل عند المادة المشروحة؟ فين؟ فتبدأ تبحث 1 2 3 لحد ما تلاقي نتيجة وتصلح الموضوع. فإذا تكرر الحساب عليك واعتدت عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإنك معتاد على ما تسمع. أنت عملت كذا في اليوم الفلاني، أنا سمعت الجملة دي قبل كده، مين قالها لي؟ أنا قلتها لي قبل كده، أنا قلتها لنفسي قبل كده، سمعتها قبل ذلك وقد أعددت لها جوابا لأني كررت الجواب. ثم يأتي أهون عليكم في الحساب يوم العرض الأكبر لأنني قد قومت أخطائي بما استطعت. أحدهم كان يرى من نفسه عيبا لا يفارقه أنه يغتاب الناس، يعني إذا جلس في مجلس يتكلم عن فلان وعن فلان، فقال والله
لئن اغتبت أحدا بعد ذلك لأصومن يوما. حلو العقاب ده. فرأى أنه يصوم كل يوم، ده ما بطلش خالص، ده عمل زي اللي بطل السجاير 300 مرة، كل شوية بطل ويرجع، كل شوية بطل ويرجع، نفس المصيبة. فلما رأى أن ذلك العقاب لا يناسب نفسه، ما هو الناس أنواع، الناس أنواع، في ناس بيوجعها الحرمان وفي ناس بيوجعها شيء تاني. فلما رأى أن ذلك العلاج لا يصلح معه، قرر أنه إذا اغتاب رجلا أو اغتاب إنسانا تصدق بدينار. فما تصدق بدينار؟ الفلوس يا عم الحاج بتوجع الناس طبعا، يقف قدام الدولار زي الصنم ولا حركة. هتدفع 50؟ لا يا عم ما تدفعش، انا ايه المطلوب من ما تغتابش؟ مش هغتاب يا عم، يروحوا في داهيه الناس دول، مش عايزهم انا وهكذا. ذلك حال الخلق. طيب، فيقول رضي الله تعالى عنه: فانه اهون عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم. اللي جاي بقى ايه؟ وتزينوا للعرض الاكبر. تتزين للعرض الاكبر؟ حضرتك متخيل انك انت رايح مناسبه كبيره ولابس الحته اللي على الحبل ورابط الجرافطه مظبوطه ومسرح الشعرتين بقى وطالع كده، وصاحبتك توقفك وده انت رايح فين؟ متشيك كده ليه؟ رايح تتجوز ولا ايه؟ انت بتضحك ليه؟ انت لسه طلعت من البيضه. سيب الكلام ده للكبار اللي ضايقين المر ده، خليك ساكت. بيضحك ليه ده صحيح؟ أحسن الله تعالى إليكم، والله أنا ما سمعتش أمين. الله يرضى عنكم يا رب، اللهم آمين. أعزكم الله تعالى وبارك الله تعالى فيكم. فلما تكون طالع لمشوار مهم ومتزين كده ولابس، متخيل إن في واحد عاقل هيقوم لابس البدلة الجميلة ومش عارف إيه وهو عرقان وريحته وحشة والهدوم اللي تحت متوسخة وحاجة تقرف كده؟ هل ده منطق؟ يعني يقوم ضارب له وشين من بره كده وماشي وخلاص؟ لا طبعا، ده هيستحمى وينزل القرف والعرق ومش عارف كذا، وبعدين يختار ويلبس نظيف ريحته كويسة الحمد لله تبت إلى الله ونطلع بقى فالتزين لابد وأن يسبقه تطهر. فلما قال تزينوا للقاء رب العالمين أو تزينوا للعرض الأكبر، كأن ذلك مؤشر إلى أنه لا يكفي فقط أن نحاسب أنفسنا فننظر أنحن متسخين أم لا، وإنما نتقدم خطوة للأمام إلى تطهير الذات وتنقية الأعمال وتصفية الأمور فيما بيننا وبين أنفسنا وفيما بيننا وبين الناس وفيما بيننا وبين الله. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التزين. عارف مرحلة التزين هتأتي في إيه؟ إنك فتحت المصحف وقريت آيتين، ده تزين، ده مسألة زائدة عن الحد المطلوب. لكن المطلوب الأساسي أن تسمع الآيتين في صلاة المغرب فتنطلق لتعمل بهما، هو ده المطلوب. إنما بعد ذلك قعدنا بقى إكسترا كده نقرأ جزء في اليوم ولا نقرأ صفحتين ولا ثلاثة، دي الزينة اللي بتحطها بقى، بتحط ريحة بقى وتتعطر وتسرح الشعرتين وتطلع مش عارف كذا، والناس اللي بتحط جل دي لحد ما شعرها يقع. أحسن الله تعالى إليكم. رب العالمين سبحانه وتعالى عندما حدث بقوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، تقول له: يا رسول الله، أهؤلاء هم الذين يعني يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ يعني هم دول اللي ربنا بيوصفهم في الآيات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الناس دي اللي كانت بتعمل البلاوي دي وبعدين يعني كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وتخيل المرحلة فين؟ يعني احنا عمالين في مرحلة العجن لسه تحت، بنخبط في الدنيا وبتخبط فينا، بتبص على واحدة حلوة تتأمل الله حلوة قوي استغفر الله، يا تحط عينك في الأرض لا الله استغفر الله، تعمل كده.
احنا في مرحلة بنعمل اخطاء ونظن اننا اذا فعلنا شيئا بعدها رأينا انفسنا كذا. لا 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 لا، انت تتكلم عن مستوى اخر. كذلك المستوى الذي لما وصف عمر بن الخطاب يوما الصلاة للناس فذكرها لهم وصفا دقيقا يعجز بعض من حوله عن تصوره، فلما قالوا يعني هذا فيه مبالغة وكذا، فقال إنما أتحدث عن المسلمين. أمال إحنا إيه؟ يعني أنا مش متصور الموضوع وأنت بتقول لي بتكلم عن المسلمين، أمال أنا إيه؟ كأني لم أبلغ تمام الإسلام أو كماله لأتصور الصلاة على حقيقته. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن نجيد نقر الصلاة بشكل عجيب جدا. تدخل الصلاة الله أكبر، تضرب الركعتين في 3 ثواني بالصلاة على النبي، اجري يا ولا وحد يلحقني. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله سبحانه الحمد لله رب العالمين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انت عملت ايه؟ اصل انا كنت بصلي لسه راجع، الحمد لله على السلام، حج مبرور. ايه اللي عمله؟ لا شيء. فيتحدث عن المصلين الذين إذا عمدوا إلى عبادة عرفوا ما قصده الله تعالى من ورائها وأدوها بمراد رب العالمين سبحانه وتعالى وانتفعوا منها بقدر ما أراد الله له. لا أزال أذكر والله في صبايا كهؤلاء الصبية، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم يا رب. يعني هم عشان مش ولادكم ما تقولوش أمين؟ أنت ما مش كلهم. صلوا على الهادي البشير. كنت أسأل أحد مشايخي، أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يحفظ حياته وعمره يا رب، فأقول يا شيخ يعني ما الفارق بين الصلاة المقبولة وغير المقبولة؟ تخيل يعني. فقال قد سألت سؤالا لا جواب له، ولكني أدلك على علامة الله. إذا قلت في ختام صلاتك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأنت تشعر بأن شيئا تغير في نفسك، فاعلم أن الله قد قبل صلاتك. وإذا سلمت من صلاتك وأنت ترى نفسك كما دخلتها، فاعلم أن صلاتك لم تزل لم تقبل منك. فإحنا يا ترى بنخرج من الصلاة وإحنا بنفس المستوى، ولا بنخرج وإحنا أحسن، ولا بنخرج وإحنا أقل؟ تقول لي وفي حد يخرج من الصلاة وهو أقل؟ ده إحنا كنا بنصلي. آه، ما هو في واحد تاني برضو بيدخل ياخد حمام شاور بالإنجليزي، وبعدين بدل ما يمسح نفسه بالصابونة مسح نفسه بطين، فده طالع من الشاور أبيض ولا أبيض وأسود ولا بالألوان؟ ده طالع عامل إزاي؟ إحنا ساعات ندخل الصلاة وبنخبص، لأنك أنت بتدخل دنيا بدين، وتدخل فكرا بآية، وتدخل نصا مع مال، وتختلط عليك المفاهيم بحيث تخرج من صلاتك وكأنك لم تكن هنا. أولئك الذين يسارعون في الخيرات. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعندما نضرب المثل بهم فإننا نضرب المثل ببشر. يعني ما حدش يقول لي يا شيخ الله يكرمك أنتوا يا مشايخ كل ما تكلمونا تقولنا الصحابة والنبي، إحنا هنيجي فين جنب الناس دي؟ يا سيدي أكرمك الله، لهم بسبقهم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم فضل، لكنهم فيما دون ذلك بشر كبقية البشر، يقاس على أعمالهم ويقبل من بعضهم ويرد على بعضهم، لا بأس في ذلك ما دمنا لم نخرج عن الحد الذي يلزمنا من الأدب والاقتداء بهم. اتفقنا على ذلك؟ طيب، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانت لهم طموحات كطموحات الناس، وكانت لهم أحوال تحزنهم أحيانا وتفرحهم أحيانا، يبحثون عن طعام وشراب وحياة ودنيا كما نبحث جميعا كبقية البشر، غير أنهم غلب عليهم طبع الدين وقناعة الإيمان ويقين القلوب، فاستقروا على ما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه. أما نحن والله تعالى أعلم كتاجر لا يدري بعد أي نوع من التجارة يمارس،
فيجرب شوية كده يتاجر في الخضار، بعدين يروح يجرب شوية يتاجر في الحبوب، بعدين شوية يتاجر في الدواء، بعدين شوية يتاجر في مش عارف كذا، عمال مش عارف يعمل ايه، فيكسب شوية من هنا ويخسر شوية من هنا، والدنيا ملخبطة ودماغه تبرجلت مش عارف يعمل ازاي. فاحنا عمالين كده كمسلمين، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استقروا، غير أن أحوالهم يقاس عليها. فترى فيما يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ يوما سورة الطور حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع. تقول الرواية فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه لذلك. متخيل كده أنك أنت واخد معاد مع الشيخ حمود على تقابل بعد صلاة المغرب عشان عندي فتوى مولانا، وعد عليك في المكتب وبعدين أنت ما جيتش، فسيدنا الشيخ بيفتح سماح تليفون سلام عليكم يا عم الحاج، فلقاك بتعيط مالك يا عم ايه اللي حصل انت ما جيتش ليه، يتوب انت بتعيط ايه اللي حصل، فتقول له انا رجليها بتوجعني واتخبطت فيها وبعيط من الالم. الكلام ده ميك سنس، معقول مش كده حاجه معقوله يعني صح؟ الخبطه بقى اللي كانت عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ما كانتش خبطه بمسمار ولا بالسكينه اللي مراتك بتضربك بيها كده اخر النهار تقول لك انت كنت فين وعملت ايه النهارده، اقعد اسمع الكلام عشان تتوب قبل ما تفكر في الموضوع بتاعك ده، اوعى تعمل كده تاني، صلى على الهادي اصله بيفكر يتجوز البيت. يعني انا بس عشان ابرأ الى الله سبحانه وتعالى يوم ما يجي قابلني يوم القيامه اقول له نصحتك على الملأ، صلى على الهادي. الخبطه كانت كبيره جدا بآية من القرآن، كان وقعها عليه أشد مما تقع الصخرة فوق رأس أحدنا، فبكى من شدة ما هو فيه ومن شدة التأثر. اللي مش مقتنع بالكلام ده حد زي حالاتي كده يقولك إزاي الكلام ده يحصل، يعني حتة آية عدية عليه، ما هو فرق عمق القراءة، فرق عمق القراءة، أنت بتقرأ إزاي وهو بيقرأ إزاي. فذلك الوجدان الذي أحس حقا بوقع هذه الآية إن عذاب ربك لواقع على مين؟ أنا أول واحد العذاب حيوقع عليه، فيخشى من بأس الله تبارك وتعالى وبطشه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لعمر بن الخطاب يوما قد مصر الله بك الأمصار وفتح الله تعالى بك الفتوح وفعل وفعل وفعل. فعمر بن الخطاب يرد عليه يقول له إيه؟ والله لوددت أن أنجو لا أجر ولا وزر، لا لي ولا علي. ترجمها زي ما أنت عايز، قولها بالطريقة اللي تعجبك، بس المهم نفهمها. أنت متخيل أن في واحد جاي على آخر السنة اليومين اللي جايين دول وحيروح يقدم الورق بتاعه للآي آر إس وبيقول أنا بس ربنا يستر لا عايز منهم بس ما ياخدوش مني، هو يريد إيه؟ بس النجاة، انه يطلع مش مديون. على فكرة صاحبنا ده كان عنده تجارة طول السنة مشغول بيها، وشغل هنا وشغل هناك وعمل وانجازات وكذا وكذا، واجتمعت بين ايديه اعمال كثيرة جدا، بس لما يجي ساعة الحساب هو عايز يعمل ايه؟ عايز يطلع بس ناجي، مش بس ما بقاش مديون. نفس المشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وامثال عمر بن الخطاب ممن يتشبهون به ولهم ذلك الطموح في الحياة الدنيا والآخرة ولهم العزم على تغيير قواعد أنفسهم وقواعد الحياة التي يعيشون فيها وضبطها على ميزان شريعة الله تعالى، أمثال هؤلاء إذا قارنوا أعمالهم بما ينبغي أن يكون رأوا أنهم فقراء، رأوا أنهم لم يعملوا شيئا، رأوا أنهم لم يعملوا شيئا. أنا هضرب لحضرتك مثال بسيط جدا 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 بمنتهى البساطة. في مدرس شاطر جدا وقف في الفصل يشرح حصة كاملة في الحساب مثلا، بعدين طالب بعد ما خلص الدرس بيسأله يقول له أستاذ أنا مش عارف أحل المسألة دي أحلها إزاي؟ فالمدرس قال له يا ابني تعمل 1 2 3 4 5 كده المسألة تحل. شكرا يا أستاذ جزاك الله خير أنا ممنون لحضرتك. تقدر تقارن بين جهده في حل مسألة صغيرة مقارنة بجهدي في شرح حصة طويلة؟ ايه رأيك؟ نفس المنطق، هؤلاء رأوا أعمالهم وإن ضخمت لا شيء مقارنة بما يرون أنفسهم
مكلفين به. فأنا شايف نفسي مكلف بهذه الدعوة، فمهمتي أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى، فأرى نفسي مطلوب مني أن أحدث الناس 24 ساعة 7 أيام. فإذا جيت عملت محاضرة في الحتة دي ولا تكلمت كلمتين في هناك، طب وإيه يعني ده يجي إيه في وسط 7 أيام في 24 ساعة؟ هذه المقارنات لا بد وأن توضع في رأسك، أنت بتعمل إيه؟ وما الذي خرجت به من النتائج؟ وما الذي أنجزته؟ عندنا ناس إذا رأى من ولده أنه صلى معه مرة في الشهر فرح بذلك وهلل، وأناس إذا تخلف ولد من أولادهم عن الصلاة مرة في المسجد عاتب نفسه قائلا بأي ذنب عوقبت أنا بأن حرم ولدي صلاة في بيت الله؟ متخيلين المشهد ده يا أخوانا؟ أنا بسأل نفسي يا رب أنا عملت إيه غلط علشان تعاقبني بإن ابني تخلف عن بيت الله مرة، مش أسبوع ولا سنة، ولا شفته أصلا في الجامع إلا لما جه في جنازة، ولا راح المسجد إلا عشان يقابل واحد صاحبه، ولا راح إلا لأن إحنا ضربنا وضغطنا عليه عشان نروح الساندي سكول ولا الساتردي سكول ولا الويكند سكول ولا مش عارف كذا. لا، ده أنا أعاقب نفسي وأعاتبها بأي ذنب تخلف ولدي عن صلاة. الإخوانة حسنات الأبرار سيئات المقربين، بنفس الحكاية كده. المثال المذكور في ذلك أن هناك أناس مستوى الصلاة عنده الصلاة على وقتها في مسجدها في جماعتها، ويحضر تكبيرة الإحرام، اتفقنا كده؟ يحاسب نفسه انه غلط امتى؟ لما في مرة يتلكع وما يلحقش تكبيرة الإحرام، يرجع من المسجد زعلان ومحتار، يا ترى انا عملت ايه؟ دي غلطة كبيرة قوي، ازاي حصل مني كده؟ تقول له عم ايه اللي حصل؟ يقول لك ما لحقتش تكبيرة الإحرام. تقول له عم انا ما صليتش جماعة بقالي شهرين، فيقول لك كده انت مسلم ولا ايه؟ متخيل حضرتك فرق المسافة؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. بسم الله الهادي يا رب، اللهم اهدنا يا رب، واهد بنا يا رب، والطف بنا يا رب، وأكرمنا يا رب العالمين. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان كثير البكاء والخوف والمحاسبة لنفسه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. وكان يقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. نقول مرة تانية: كان يخشى من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. ويقول إيه؟ طول الأمل بيعمل إيه؟ ينسي الآخرة، لأنك بتفكر في أملك الدنيا والطويل جدا، يخلص إمتى؟ ما يخلص، فكأنك تنسى أن هناك نهاية، وأن بعد النهاية حشر، وأن عند الحشر سؤال، وأن بعد السؤال نجاة أو هلاك، فجنة أو نار. فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى أنت ماشي مع هواك، فيجي الحق يقابلكم تقول له اركن شوية لو سمحت خلينا عدي، واتباع الهوى يصد عن الحق. هذه كلمات بين يدي موضوعنا قبل أن تحاسبوا، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا بداية ما تحدثنا به، وأن يتقبل أوقاتنا وجهدنا، اللهم أمين، وتقبل منكم حضوركم الطيب الذي أثلج صدري حقيقة بهذا الجمع الكريم المهيب. أسأل الله أن يبارك لكم وفيكم يا رب العالمين. ولكن قبل أن نخرج من هذا المجلس، قبل أن نخرج من هذا المجلس، لا بد وأن تعيد السؤال في نفسك. اسأل نفسك سؤال مهم: يا ترى أنت هتموت ولا لا؟ طال الأجل أو قصر؟ هتموت ولا ايه؟ اكيد 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 هنموت، يعني اكيد اكيد في يوم من الايام هيحصل الكلام ده. اللهم بارك في الاعمار يا رب. فاذا علم العبد انه ميت لا محاله، او انه متوفى من الله يوما، فلا بد وانه سيستعد بذلك. زي بالضبط اللي عارف انه داخل امتحان الماده دي يوم كذا في شهر كذا في سنه كذا، فبيذاكر على مده سنه او مده 6 شهور او 3 شهور على حسب.
المادة دي عبارة عن 100 صفحة، المئة صفحة مطلوب لهم 10 ساعات مذاكرة، يبقى كل ساعة 10 صفحات منها ودي 100، فتبدأ تقول والله أنا محتاج في كل دقيقة قد كده. قسم الله تعالى لك اليوم بأعماله كلها، فرزقك عافية ومن عليك بقوة وأعطاك عقلا وقلبا وبدنا، استعمل الإمكانيات دي فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في إرضاء من حولك. أولا ارض من حولك، فإذا متنا ولقينا الله تبارك وتعالى كانوا هم الشهود علينا، وإن الله تعالى لا يتجاوز عما يعلم عن العبد ويرضى بما علمه العباد عن العبد. إن الله تعالى يقبل من العباد ما شهدوا به متجاوزا عما علم هو عن ذلك العبد. فإذا قال الناس بعد موت فلان اللهم اغفر له فقد كان رجلا كريما وكان رجلا سباقا للخيرات وكان يأتي المسجد وكان لا يتخلف عن الصلوات وكان وكان وكان، ربهم سبحانه وتعالى يقول أنا أعلم عنه غير الذي قلتم ولكني أتجاوز عما أعلم لما قلتم. فتيقنوا في أن ما تزرعونه الآن يحصد غدا، فإن حصدت كراهية لك في من حولك بشخطة ونظرة عين وإجحاف وشح وغلظة تتعامل بيهم مع البشر، أو أنت بتعاملهم على أنهم البقر اللي في البيت بأي منطق، أنت حر احكم كما شئت. فهل أنت تتعامل مع من حولك سواء كان مراتك أو ولادك أو حتى جيرانك، حماتك، حماك، قريبك، أهلك، إخوانك، أصدقائك، أصحابك، هل أنا أتعامل مع هؤلاء الناس على أنكم سبيل لي إلى الجنة، أم أتعامل على أني فوقكم وأني أمن عليكم وأني أعطيكم فوق ما تستحقون؟ بأي روح تتعامل؟ فإن كانت الأولى قدر الله لي محبتكم وقدر الله لك محبة من حولك، فإذا وقع العبد ساقطا على الأرض في مرض أو شدة ما الذي يجذب الناس إليه؟ الخوف أم الحب؟ فإذا لم يحبوك لن يقبلوا عليك مهما كانت قرابتهم لك، وإن أحبوك بذلوا كل ما يستطيعون وآثروك على أنفسهم مهما كانت احتياجاتهم. اعلم ذلك واعمل له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يأجرنا وإياكم على ما بين أيدينا من الخيرات، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على أهوائنا، وأن يثبتنا على الطريق المستقيم. اللهم إنا نسألك برحمتك وعفوك ورضوانك أن ترفع الكرب عن المكروبين، وأن تسد حاجة المحتاجين. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نسألك عونا وسدادا لإخواننا في حلب والموصل والصومال واليمن، اللهم إنا نسألك العون لعبادك في كل الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة وعافية وأمنا وسترا ورحمة وبركة وخيرا. اللهم اجعلنا ممن يؤملون فيك يا رب، وممن يعملون لك يا رب، وممن يؤمنون بك يا رب، وممن يرجون فيك يا رب، وممن يصدقون في توكلهم عليك يا رب، وممن يحسنون الرجاء فيك يا رب. ونعوذ بعظمتك وجاهك وسلطانك أن نكون إلا لك يا رب. سلم اللهم حياتنا واقدر الخير لنا عند مماتنا وأخرجنا من الدنيا سالمين. بارك الله لكم جمعكم ومسجدكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في من قام على هذا المسجد وأعان على العمل فيه. سدد الله خطاكم وبارك سعيكم وجزاكم خيرا، وسلام عليكم. جزاها الشيخ الدكتور احمد ابو سيف خير الجزاء على هذه الاجابه، نفعنا الله واياكم ما سمعنا، جزاكم الله خير جميعا على حسن الصدق.